الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح لمتابعة تطورات انتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين. وجه الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء اللي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة. امبارح أيضا تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف تدبير احتياجات القطاع الصحي، وقال ان تم رصد نقص كبير في عدد من الأدوية، علشان كده مطلوب على الفور زيادة الاحتياطات من هذه الأدوية لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع لمتابعة تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، من بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين اللي بيمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص. ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وأيضاً إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجيه الفرنسي ستيفان سيغورني. تناول اللقاء العلاقات الثنائيه بين البلدين، مع تاكيد اهميه استمرار التنسيق والتعاون واسع النطاق بين البلدين بما يعكس تقارب الرؤى والمصالح ويعزز العلاقات الاستراتيجيه بين مصر وفرنسا، خاصه في ضوء تعدد مجالات التعاون الاقتصادي القائمه حاليا في قطاعات النقل والتصنيع والتجاره وغيرها، بالاضافه للعلاقات الثقافيه التاريخيه بين الشعبين الصديقين. أيضاً تناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة، مع استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة، إلى جانب التشديد على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. وتم في هذا الصدد التشديد على رفض البلدين المطلق لأي إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك. استهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة للعلاقات القوية اللي بتربط بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار مسيرة ناجحة وممتدة من العمل المشترك بين الجانبين، لا سيما أن مجموعة البنك الإسلامي تأتي في صدارة شركاء التنمية لمصر، لذلك يعتبر البنك شريك استراتيجي لمصر في مختلف المراحل. كما أكد في الوقت نفسه أن البنك لم يتوانى عن تقديم التمويل المطلوب لمختلف المشروعات المستهدفة اللي بتنفذها الدولة، وأن هذا الأمر محل تقدير من جانب الحكومة المصرية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام السعودي، ورحب رئيس الوزراء بسلمان الدوسري في بلده الثاني مصر، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء اللي بيأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة وحرص البلدين الشقيقين على تقوية أواصر العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موقف تدبير احتياجات القطاع الصحي، وأكد مدبولي على ضرورة العمل على سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل توجيهات مستمرة بأن يكون هذا الهدف على رأس الأولويات، مشيراً إلى أن هناك رصد لنقص بعض الأدوية، ولذا فإنه من المطلوب على الفور زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بشأن إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، وقال الدكتور مدبولي إن المناطق الحرة العامة بتسهم في جذب استثمارات صناعية وتعزيز الإنتاج من أجل التصدير، مؤكداً أن الهدف الأساسي في ضوء ذلك يتمثل في سرعة توفير الأراضي الصناعية الجاهزة خاصة للمشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج. بالنسبة لأخبار المحافظات، في أسوان تم البدء في التشغيل التجريبي لكوبري السيل من أجل تحقيق السيولة المرورية هناك. أما في شمال سيناء فتم انتهاء
أعمال تركيب 6 محولات كهربائية جديدة في قرى بالشيخ زويد. كمان امبارح في أسيوط تم الإعلان عن صرف علاوة تشجيعية ل 549 عامل بالديوان العام والوحدات المحلية. كمان في الأقصر تم تحليق 49 رحلة بالون طائر على متنها 1350 سائح. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان تم التشغيل التجريبي لكوبري السيل العلوي الجديد اللي تكلفت أعمال إنشاؤه 139 مليون جنيه، ويعتبر بمثابة نقطة التواصل ومحور حيوي وهام، خصوصاً أنه بيربط غرب المدينة مع مناطق كيمة والصداقة الجديدة والصداقة القديمة والعزب وطريق السماد والسد العالي. في الغربية أكدت المحافظة أنه بيتم وضع اللمسات الأخيرة بالمجزر النصف آلي بقرية شوني اللي تم الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته وتحويله من نقطة ذبح لمجزر نصف آلي مزود بأحدث التقنيات الحديثة لخدمة المواطنين. في البحيرة كشف تقرير وزارة التنمية المحلية بشأن نتائج أعمال الأسبوع الأول من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولى في عدد حالات الإزالة للمباني المخالفة باسترداد 77,000 متر مربع بعد إزالة 468 مبنى مخالف. في شمال سيناء انتهت شركة الكهرباء بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد من تركيب 6 محولات كهربائية جديدة في قرى الشيخ زويد لتوسعة الرقعة الزراعية والعمرانية في تلك المناطق تنفيذاً للخطة الاستثمارية اللي بتقوم بها الدولة في شمال ووسط سيناء. في دمياط أعلنت مديرية الشباب والرياضة انطلاق فعاليات مبادرة يوم الخير تحت شعار يوم الخير لبسك لغيرك، واللي بتستهدف المواطن الأكثر احتياجاً بجميع المدن والقرى ونجوع مصر، وبتستهدف أيضاً توزيع الملابس والبطاطين للأسر الأكثر احتياجاً. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسل الشبكات وتطهير الخزانات. فأسيوط اعتمدت المحافظة قرار صرف العلاوة التشجيعية ل 549 موظف من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والأحياء التابعة لها بنسبة 5% من الأجر الوظيفي عن العام المالي 2022-2023، وده بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين وتحقيق العدالة بينهم. في الأقصر تزينت سماء المدينة ب 49 رحلة بالون طائر أقلت عدد كبير من السياح من مختلف أنحاء العالم، وهبطت وسط أجواء صافية وطقس مستقر وعلى متنها 1350 سائح من مختلف الجنسيات.